ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أحييكم أخوان الطلاب أخوات الطالبات الدارسين في الصف الثانوي ثانوي نظام المقررات المادة كيمياء 2 الفصل الدراسي الثاني. عنوان هذا الدرس وشيئات الله سيكون الروابط والمركبات الأيونية، تكوين الروابط الأيونية، كيف تتكون الروابط الأيونية. راجع هذا الدرس وعدله الأستاذ علي رضوان، سأقدمه لكم أنا أخوكم محمد الحكيم. نبدأ بمشيئة الله. الأهداف: أن تعرف الرابطة الأيونية، وأن نصف جميعا تكوين الرابطة الأيونية، وأيضا أن نصف بناء المركبات الأيونية، ونصف قوة الرابطة الأيونية. تهيئة: هنا لماذا ملح الطعام موصل جيد للكهرباء بينما السكر ضعيف التوصيل؟ نلاحظ الآن أن ملح الطعام يتكون من الكلور والصوديوم، فالكلور والصوديوم عند إذابتهما في الماء تتحول إلى أيونات سالبة وأيونات موجبة تؤدي إلى توصيل التيار الكهربائي على عكس السكر. هذا هو السبب الذي يجعل ملح الطعام موصل جيدا للكهرباء، لأنه يحوي على أيونات موجبة وسالبة عند إذابته في الماء. نتكلم عن الرابطة الأيونية. ماذا نقصد بالرابطة الأيونية؟ الرابطة الأيونية هي القوة الكهروستاتيكية التي تمسك الجسيمات ذات الشحنات المختلفة، ذات الشحنات المختلفة في المركبات الأيونية. فلدي أنا شحنات مختلفة، شحنات موجبة وشحنات سالبة، هذا الارتباط فيما بينهما تتكون الرابطة الأيونية، وهي القوة الكهروستاتيكية التي تمسك الجسيمات ذات الشحنات المختلفة الموجبة والسالبة. فنلاحظ على أن هناك قوة كهروستاتيكية عندما قمنا بتوزيع المجال الخارجي ووجدناه للكلور، وجدنا 7 من الإلكترونات، توجد قوة كهروستاتيكية تجذب الشحنات المختلفة. فالآن الكلور يريد أن يكتسب إلكترون لكي يصل إلى حالة الاستقرار، الحالة الثمانية. فنلاحظ الآن قبل تكون الأيون، وهنا بعد تكون الأيونات، نلاحظ على أن الإلكترون المتواجد في المستوى الخارجي للصوديوم فقد وكون شحنة موجبة، واكتسب هذا الإلكترون المفقود الكلور وكون شحنة سالبة، اكتسب هذا الإلكترون وتكونت رابطة أيونية. هذه هي الرابطة الأيونية. لاحظ هنا أن الإلكترون المجال الخارجي ذهب إلى الكلور، ذهب إلى الكلور وتكون الرابطة الأيونية. الرابطة الأيونية، ماذا تسمى المركبات التي تحتوي على الرابطة الأيونية؟ ماذا نطلق عليها؟ نطلق عليها المركبات الأيونية، نطلق عليها المركبات الأيونية. وماذا تسمى القوة الكهروستاتيكية؟ ماذا تسمى القوة الكهروستاتيكية التي تجذب الأيونات ذات الشحنات المختلفة في المركبات الأيونية؟ ماذا نطلق عليها؟ نطلق عليها الرابطة الأيونية، الرابطة الأيونية. إذن ماذا نقصد الرابطة الأيونية؟ ماذا تسمى المركبات التي تحتوي على الرابطة الأيونية؟ نطلق عليها المركبات الأيونية. لماذا؟ لأنها تحتوي على روابط أيونية. ماذا تسمى القوة الكهروستاتيكية، الكهرباء الساكنة التي تجذب الأيونات ذات الشحنات المختلفة في المركبات الأيونية؟ أطلق عليها الرابطة الأيونية، الرابطة الأيونية. ماذا نقصد بالمركبات الأيونية؟ ماذا نقصد بالمركبات الأيونية الثنائية؟ هي التي تتكون من عنصرين مختلفين، وعنصرين مختلفين. إذا نحن نعلم أن عنصر مع عنصر يكون مركب، فعندما تتكون لدي
العناصر الأيونية التي تتحول إلى أيونات أطلق عليها المركبات الأيونية الثنائية، المركبات الأيونية الثنائية. لماذا؟ لأنها تتكون من عنصرين مختلفين. فنلاحظ أكسيد المغنيسيوم تكون من فلز ولا فلز، عنصرين مختلفين، فأطلق عليهما المركبات الأيونية الثنائية. لماذا ثنائية؟ لأنها تتكون من عنصرين مختلفين كما في كلوريد الصوديوم، فلز ولا فلز. وهذه أمثلة متواجدة. ما هي العناصر التي تكون الرابطة الأيونية؟ تتكون الرابطة الأيونية نتيجة المشاركة وعملية الفقد والاكتساب ما بين الفلزات واللا فلزات، ما بين فلز عنصر لا فلزي يفقد ولا فلزي يكتسب، فتتكون الرابطة الأيونية. هنا عملية الفقد وهنا عملية الاكتساب. الشحنات وتكوين المركبات الأيونية. ما دور شحنة الأيون في تكوين المركبات الأيونية؟ أنا أسعى إلى أن تكون الشحنة صفر. حتى لماذا؟ لأن أو لكي الشحنة المفقودة تساوي الشحنة المكتسبة. الشحنة المفقودة تساوي الشحنة المكتسبة. فلاحظنا أن الكالسيوم هنا ذرة واحدة والفلور ذرتين. لماذا؟ لأن الكالسيوم في مجاله الأخير إلكترونين يريد أن يفقدهما، والفلور يحتاج إلى إلكترون واحد لكي يصل إلى حالة الاستقرار. فلا بد أن آتي بذرتين من الفلور، إحداهما تأخذ إلكترون والآخر والفلور الآخر يأخذ إلكترون آخر. فلهذا السبب الكالسيوم يرتبط معه ذرتين من الفلور، ذرتين من الفلور. فلا بد أن تكون الشحنة مساوية صفر، مساوية صفر كما سنلاحظ الآن. تفقد ذرة الكالسيوم إلكترونين لتصل لتوزيع ذرة الأرجون المستقر، فلا بد أن تفقد إلكترونين، لا بد أن تفقد إلكترونين حتى تصل للتوزيع المستقر. وتكتسب ذرة واحدة، ذرة واحدة فقط إلكترون لتصل لتوزيع ذرة النيون، لتصل توزيع ذرة النيون المستقر، ذرة النيون المستقر. النيون المستقر. فنلاحظ الآن الكالسيوم تفقد إلكترونين، ولكن الفلور لا يحتاج إلا إلى إلكترون واحد. أين الإلكترون المتبقي في ذرة الكالسيوم؟ أين يذهب في المجال الخارجي؟ يذهب إلى ذرة الفلور الأخرى. فنقوم الآن بحساب الشحنة، نقوم الآن بحساب الشحنة، نقوم بحساب الشحنة ونلاحظ الكالسيوم هنا، الكالسيوم هنا كم عدد ذرات؟ واحد. فنلاحظ هنا كالسيوم ذرة واحدة فقدت اثنان، فقدت اثنان كما نلاحظ. هذه خاصة بذرة من بذرة الكالسيوم، بذرة الكالسيوم. نأتي إلى الفلور، شارك بذرتين، كل ذرة تكتسب إلكترون واحد، تكتسب إلكترون واحد. نأتي الآن إلى الحساب. ذرة واحدة من الكالسيوم تفقد اثنان، كم يصبح الناتج؟ يصبح الناتج موجب اثنان، يصبح الناتج موجب اثنان. أما للفلور، أما للفلور كم عدد الفلور؟ نلاحظ ذرتين، إذا أكتب هنا اثنان. كل ذرة تكتسب إلكترون، تكتسب إلكترون. فكم عدد الإلكترونات المكتسبة؟ تصبح عدد الإلكترونات المكتسبة اثنان، فيصبح سالب اثنان. كم تساوي النتيجة؟ تساوي صفر. إذن متعادلات الشحنة، إذن الآن أصبحت الشحنة متعادلة، أصبحت الشحنة متعادلة نتيجة عملية الفقد والاكتساب. فدائما كمية الإلكترونات المفقودة لابد أن تساويها أو تعادلها إلكترونات مكتسبة،
فالواحد فقدت موجب اثنان واكتسبت سالب اثنان، هذا المركب فقد موجب اثنان اي فقد الكترونين واكتسب الكترونين، فاصبح المجموع صفر، فاصبح المجموع صفر. كيف تنشأ الرابطة الأيونية؟ كيف تنشأ الرابطة الأيونية؟ لاحظ الآن الصوديوم بجانب الكلور بينهما رابطة أيونية، وأيضا البوتاسيوم بجانب البروم وبينهما رابطة أيونية، وأيضا المغنيسيوم بجانب الأكسجين بينهما رابطة أيونية تربطهما. كيف تتم تنشأ الرابطة الأيونية؟ سنتعرف الآن، طبعا التوزيع الإلكتروني إحدى خطوات نشأ الرابطة الأيونية. إذن نتعرف على طرق التمثيل المركبات الأيونية. الطريقة الأولى التوزيع الإلكتروني، الطريقة الثانية التوزيع الإلكتروني برسم المربعات، والطريقة الثالثة التمثيل النقطي للإلكترونات تمثيل لويس، والنموذج الرابع أو الطريقة الرابعة النماذج الذرية. نتعرف على كل واحدة على حدة الآن. طرق تمثيل المركبات الأيونية، الطريقة الأولى التوزيع الإلكتروني، أي لدي إلكترون للمركب التالي مثلا كلوريد الصوديوم كما سنقوم بإجراء الأمثلة عليه، كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم. في التوزيع الإلكتروني ماذا أعمل؟ نلاحظ على أن الكلور مع الصوديوم، الصوديوم مع الكلور تتكون رابطة أيونية نتيجة الفقد والاكتساب وبعث كمية من الطاقة. نلاحظ الآن نقوم بالتوزيع الإلكتروني كما تشاهدون، قمنا بالتوزيع الإلكتروني والإستيتوتو إستيتوتو بي 6 3 إس 1، هذا المجال الخارجي، هذا المجال الخارجي، هذا للصوديوم. نأتي الآن إلى الكلور، نقوم بتوزيع الكلور ونلاحظ هنا المجال الخارجي، كم يحوي الإلكترونات؟ 7 من الإلكترونات، وهنا إلكترون واحد. كيف أجعلهما يصلان إلى حالة الاستقرار؟ أن هذا الإلكترون كما تشاهدون الآن، هذا الإلكترون كما تشاهدون الآن ينتقل إلى هنا، ينتقل إلى برة الكلور ويكون أيون كلور، والكلوريد الآن يتكون. لماذا؟ لأنه اكتسب إلكترون. فنلاحظ الآن مجموع الإلكترونات 7، بعد عملية الاكتساب كم سيصبح؟ يصبح 8، وصل إلى حالة الاستقرار، وصل إلى حالة الاستقرار. أيضا الصوديوم عندما يفقد هذا الإلكترون يكون أيونا، يكون أيونا ويصل إلى حالة الاستقرار، يصل إلى حالة الاستقرار. المجال الخارجي الآن أصبح في المستوى الثاني بعد أن فقدنا الإلكترون المتواجد في المستوى الثالث، فأصبح 8 إلكترونات. إذا تمر العناصر إلى فقد وباكتساب الوصول إلى حالة الاستقرار. فوجدنا أن الصوديوم بعد عملية الفقد أصبح مشابه للغاز النبيل النيون، وأيضا الكلور الكلوريد بعد أن أصبح أيونا وصل إلى تشبيه أو تمثيل الإلكتروني للغاز النبيل الأرجون. هذه طريقة التوزيع الإلكتروني، عملية فقد وعملية الاكتساب مثلناها عن طريق التوزيع الإلكتروني. نأتي إلى الطريقة الأخرى التوزيع الإلكتروني ولكن رسم المربعات لنفس المثال كلوريد الصوديوم. كيف يتم؟ نلاحظ الآن نقوم بعملية التوزيع الإلكتروني بالمربعات بطريقة المربعات. بعد ما قمنا بتوزيع الإلكترون بالمربعات وجدنا على أن المجال الخارجي أيضا إلكترون وحيد للصوديوم، ووجدنا على أن المجال الخارجي للكلور يحتاج إلى إلكترون لكي يصل إلى حالة الاستقرار، فهذا الإلكترون ينتقل إلى هنا. فنلاحظ الآن بعد عملية الانتقال هذا المجال الثانوي S، المجال الثانوي S، ما الذي حصل له؟ انتقل إلى المجالات الفرعية للB، فأصبح مكتملا، فأصبح 8 من الإلكترونات في المستوى الخارجي، 8 من الإلكترونات في المستوى الخارجي. إذا الآن نلاحظ على أن الصوديوم لديه 8 الكترونات في المجال الخارجي، في المجال الخارجي 2S و 2B، وأيضا الكلور وصل إلى الحالة الثمانية بعد عملية الاكتساب، بعد عملية الاكتساب. إذا
التوزيع الالكتروني بعناصر المربعات دائما تسعى العناصر الى الفقد والاكتساب، لماذا؟ لكي تصل الى حاله الاستقرار وتكون الرابطه الايونيه، وتكون الرابطه الايونيه. هذا طريقه رقم 2 للتمثيل المركبات الايونيه. الطريقه الاولى كانت التوزيع الالكتروني، الطريقه الثانيه التوزيع الالكتروني ولكن رسم المربعات. اقوم بالتوزيع الالكتروني برسم المربعات والاحظ ان الالكترون المفقود والالكترون المكتسب لكي نصل الى حاله الاستقرار. الطريقه نلاحظ هنا ايضا رسم المربعات بنفس الطريقه، هذا الالكترون يصل الى او ينتقل ويصل الى الكلور، فالكلور يكتسب والصوديوم يفقد، لماذا؟ لكي يصل الى حاله الاستقرار. الصوديوم بعمليه فقد الالكترون المتواجد في المجال الخارجي، والكلور يكتسب هذا الالكترون المفقود من الصوديوم ويضعه في المجال الخارجي ويكتمل 8 الكترونات، وايضا الصوديوم يصل الى 8 الكترونات في مستواها الخارجي بعد عمليات الفقد. الطريقه الاخرى طريقه التمثيل النقطي الالكترونات، تمثيل لويس. اقوم بالتوزيع للتمثيل لويس كما تعرفنا، المجال الخارجي نضع نقطة تمثل الالكترون المجال الخارجي للصوديوم، فالمجال الخارجي للصوديوم بعد ان قمنا بعملية توزيعه الكترون واحد. ايضا بنفس الطريقة للكلور، فجميع المجال الخارجي يحتوي على 7 من الالكترونات، 7 من الالكترونات، فلديه يحتاج الى الكترون لكي يصل الى 8، من اين ياتي بهذا الالكترون؟ من الصوديوم والكترونه المفقود والكترونه المفقود. فالان نلاحظ على ان الصوديوم فقد الكترون، لماذا فقده الكترون؟ لكي يستقر. اين ذهب هذا الالكترون؟ وصل الى الكلور، وايضا اصبح الكلور مستقر بثمانيه من الالكترونات، بثمانيه من الالكترونات. هذه الطريقه الاخيره، الطريقه قبل الاخيره، طريقه التمثيل النقطي، طريقه تمثيل المركبات الايونيه التمثيل النقطي، الخطوه رقم 3 بعد ان تعرفنا على التوزيع الالكتروني والتوزيع الالكتروني برسم المربعات. اذا هذه طريقه، هذه طريقه التمثيل النقطي. الآن بشكل سريع، بشكل سريع نعيد طريقة التمثيل المركبات الأيونية، إما بالتوزيع الإلكتروني أو التوزيع الإلكتروني رسم المربعات أو التمثيل النقطي تمثيل لويس أو النماذج الذرية. نبدأ بالطريقة الأولى التوزيع الإلكتروني. كيف أعمل التوزيع الإلكتروني؟ بشكل سهل، أقوم بالتوزيع الإلكتروني بهذا الشكل 1s2 2s2 2 بستة 3s1. نلاحظ على أن المجال الخارجي للصوديوم يوجد فيه إلكترون واحد، إلكترون واحد. ماذا أعمل؟ أنا أريد أن أتخلص من هذا الإلكترون، أنقله إلى أو يكتسبه الكلور، يكتسبه الكلور، فيصبح الكلور 8 من الإلكترونات. وأيضا عندما أفقد هذا الإلكترون يصبح المجال الخارجي للصوديوم 8 من الإلكترونات، كما نلاحظها 6 و2. هذه طريقة التوزيع الإلكتروني، هذه طريقة التوزيع الإلكتروني. نأتي إلى رسم المربعات. كيف أرسم مربعات؟ بنفس الطريقة توزيع إلكتروني، وأقوم برسم مربعات والستوب ولكن بطريقة الأسهم، بطريقة الأسهم. نلاحظ هنا أيضا إلكترون واحد ينتقل إلى المربع الأخير، لأن المربع الأخير فيه 5، فعندما قمنا بالتوزيع الإلكتروني وجدنا أن البي لديه 5 من الإلكترونات، كما نلاحظ البي لديه 5 من الإلكترونات. فنلاحظ الآن البي 1 2 3 4 5، فأنا أذهب بهذا الإلكترون حتى يملأ ويصبح 6 من الإلكترونات، إضافة إلى الإثنان الموجودة في المجال الخارجي 3s تصبح 8، تصبح 8. فهذا هو عملية نقل الإلكترون بطريقة المربعات، بنفس طريقة التوزيع الإلكتروني ولكن بطريقة
المربعات، اتضحت الصورة، فأصبح هنا ثمانية وأصبح هنا ثمانية بعد أن فقدت هذا الإلكترون. دائما عندما أنا ألغي هذا الإلكترون، هذا الإلكترون عندما ألغيه لا أحتاجه، خلاص يلغى المستوى، يلغى، فيصبح المجال الخارجي 2s و 2b، ثمانية من الإلكترونات، ثمانية من الإلكترونات. اتضحت الصورة، اتضحت الصورة الآن. جميل، هذه طريقة المربعات. نأتي، هذه طريقة أيضا، طريقة المربعات بشكل آخر، هذا الإلكترون ينقل إلى هذا، إلى المجال الفرعي للبي، فيصبح البي ممتلئ بثمانية إلكترونات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. طبعا المجال الأخير هو المجال الثالث، المستوى الثالث هو المجال الأخير، فلا بد أن يكون بثمانية إلكترونات، ولكن هنا سبعة، ولكن هنا سبعة. من أين أتي بالثامن؟ من الإلكترون المفقود من الصوديوم. اتضحت الصورة، هذا هو طريقة رسم المربعات. طيب نأتي للطريقة الأخيرة، التمثيل النقطي، تمثيل لويس. عندما أنا أقوم بالتوزيع النقطي، هذا الصوديوم، كم المجال الأخير للصوديوم، كم الإلكترونات عندما أقوم بالتوزيع الإلكتروني، كم لدي من الإلكترونات في المجال الخارجي؟ واحد، أضع نقطة حوله. أيضا هذه نقطة، ولكن المؤشر لا يضع نقطة، فأنا أضع X دليل على أنها نقطة. أيضا الكلور سبعة، فأضع هنا سبعة من الإلكترونات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لابد أن يصل إلى ثمانية. من أين يأتي الثمانية؟ كيف يصبح ثمانية؟ لابد أن يفقد الصوديوم هذا الإلكترون ويوضع هنا، فتكون هذه هي الرابطة الأيونية، هذه الرابطة الأيونية، أي أن فقد الإلكترون الموجود هنا وذهب إلى الكلور، ويصبح هذا هو الرابطة الأيونية. طبعا الرابطة الأيونية دائما أي رابطة مكونة من إلكترونين، مكونة من إلكترونين. إذا فنلاحظ أن هذا الصوديوم انتقل إلى هنا، فالصوديوم ليس لديه إلكترون، لأن الإلكترون المستوى الخارجي فقد، فأضع الصوديوم عليه إشارة موجبة أي أنه فقد إلكترونه، والكلور بدل أن يكون سبعة من الإلكترونات أصبح لديه ثمانية من الإلكترونات، وأضع إشارة سالبة لأنه اكتسب الإلكترون الموجود في الصوديوم، وإشارة موجبة هنا لأن الصوديوم فقد هذا الإلكترون، فالفقد إشارة موجبة وهنا إشارة سالبة. طبعا هذه طريقة أخرى بنفس الطريقة للتمثيل النقطي، ولكن بطريقة طريقة شكل آخر، بشكل آخر ولكن نفس المفهوم. هذا الإلكترون انتقل إلى هنا وأصبح ثمانية، إذا الصوديوم فقد إلكترونه والكلور اكتسب هذا الإلكترون المفقود، نفس الطريقة نفس الشكل. نأتي إلى النماذج الذرية، ماذا أقصد بالنماذج الذرية؟ نلاحظ بنفس المثال للصوديوم والكلور، نلاحظ على أن ذرة الصوديوم لديها 11 إلكترونا و11 بروتونا، إضافة على أن الكلور لديه 17 إلكترونا و17 بروتونا. بعد عملية الفقد والاكتساب ما الذي يحصل؟ هل الصوديوم يبقى لديه 11 إلكترونا؟ هو فقد الآن، هو فقد إلكترون، هل يبقى لديه 11 إلكترون؟ لا، يبقى 10 من الإلكترونات، يبقى 10، ولكن البروتونات لم تتأثر، البروتونات لم تتأثر. دائما في عملية الفقد والاكتساب الإلكترونات هي التي تتأثر، أما الفقد والاكتساب الإلكترونات فقط هي التي تتأثر، أما البروتونات ثابتة، البروتونات ثابتة. نأتي إلى الكلور بعد عملية الاكتساب، هل يبقى 17 إلكترونا بعد عملية الاكتساب؟ لا، يبقى 18 إلكترونا لأنه اكتسب، والبروتونات كما هو التي توجد في النواة ثابتة، نعم تزداد واحد، الإلكترونات تزداد واحد ولكن البروتونات ثابتة، وأطلق عليه أيون كلوريد وهنا أيون الصوديوم، وقلنا الكلورات الأيونات السالبة نضيف المقطع يد كما أخذنا في الدروس الماضية، لكن الصوديوم يطلق كما هو صوديوم، ولكن الكلور عندما يتحول إلى أيون أضيف له المقطع يد كلوريد أو بروميد
او نتريد او اكسيد دائما نضيف لها المقطعيات في الايونات السالبة فقط. هذه طريقة النماذج الذرية. نأتي الى التقويم الان، القلم معك اخت جواهر، تجيبي بشكل سريع. ماذا نطلق على المركبات التي تحتوي على الروابط الايونية؟ هل اطلق عليها عناصر ايونية ام مركبات ايونية ام خواص ايونية؟ ما نحتوي على المركبات التي تحتوي على الروابط الأيونية. جميل جدا، أحسنتي، أطلق عليها المركبات الأيونية. نأتي إلى السؤال الآخر، الذرة التي يكون مجموع الإلكترون تكافؤها 7، يعني لديها 7 من الإلكترونات، تكون الرابطة، كيف تكون الرابطة؟ باكتساب إلكترون أم تفقد إلكترون أم أن هذه الذرة متعادلة لا تحتاج؟ لديها 7 في مجالات التكافؤ. ما الذي، كيف تصل إلى حالة الاستقرار؟ كيف تصل إلى حالة الاستقرار؟ جميل، باكتساب إلكترون وتصل إلى 8 إلكترون في المجال الخارجي، كما حصل للكلور اكتسب إلكترون من الصوديوم عندما فقده هذا الصوديوم. طيب ماذا أطلق على القوة التي تمسك الجسيمات ذات الشحنة المختلفة في المركبات الأيونية؟ هل أطلق عليها ديناميكية أم كاروستاتيكية أم ميكانيكية؟ قلنا القوة دائما، جميل جدا، القوة التي تمسك الشحنات المختلفة هي القوة كاروستاتيكية، أي الرابطة الأيونية نفسها، الرابط الأيوني هي القوة الكاروستاتيكية، الكهرباء الساكنة. جميل جدا، خلاصة هذا الموضوع، تكلمنا عن طريقة تمثيل المركبات الأيونية، التوزيع الإلكتروني، وبطريقة المربعات، وأيضا بطريقة التمثيل النقطي والنماذج الذرية. هذا ما أحببنا أن نوصله لكم في درس هذا المساء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.